سام فيدال معكم، بحييكم اليوم معكم ان شاء الله موضوع مفيد ميكانيكي جديد. اليوم نتكلم على كود P0299 او اللي هي بوست اندر كونديشن. البوست تبع السيارة تعبان، بوست التربو تعبان، يعني شو بصير معك بس تكون الكود هذا طالع عندك؟ السيارة بتشرب بنزين كتير، عرفت؟ وغير هيك بيعوش فيها الحيل او العزم. طبعا التربو شايف انت وين مكانه، التربو هي شايفه، وهون هذا التربو شايفينه، يعني فيك تشوفه انت من هون، هلا فيك تشوفه من هون، شايف التربو وين؟ فانا الانسبكشن، الانيشيال انسبكشن تبعه انه بدك تطلع على الانتر كولر هوزز. اول شيء بدك تفحص الانتر كولر هوز، لما تيجي تفحصها من هون عرفت رح تلاقي انه مليان زيت. في عندك شغله اسمها البوست بريشر كنترول ريجوليتر في التيربو. انا مش عارف ادخل التليفون لفرجيكم اياها، عرفت عليه؟ هي جايه في التيربو. انا فكيت برا، خليني افرجيكم اياها فاشرحكم كيف العطل بيصير فيها. هاي لما تخرب بصير تعش تتحرك، هي هاي الريجليتر شايفينه نرسيس، بس تيجي الله فيك شوي امسك لي بس التليفون لو سمحت. هيك هي بس انا هاجي من هناك. هاي شباب، هاي القطعة مفروض انها، شوف هاي السيل، هاي السيل شايفينها اللي هي هاي هون تركب، شايفينها؟ هاي مفروض تكون قطعة واحدة وتعمل هيك. طبعا هاي عيب تصنيعها في MK5، عيب تصنيع في MK5، عدلوها في MK6 فمعاش تخرب. شوف هي مفروض تكون بهالشكل هيك. طبعا انه السيل مقطوع عم تفلت، فبضلها فالتة، فالتربو بعدش فيه بوست بالمرة، فعشان هيك بتخرب. بس هاي بتتبدل، فيك تركب على MK5، فيك تركب عليها MK6، البوست بريشر ريجليتر تبع MK6، وامور تمشي 100%. طيب هسه بالنسبة لموضوع تاني بدي حاب احكي معكم فيه، بس رح نعمل فيه فيديو تاني هسه ورا على طول عشان كل الفيديو كله لحاله. هاي قصة رح نركبها، طلبناها وبس نشغلها، فرجيكم كيف التشيك انجن هيطفي وهتروح الكودات منها وترجع تزبط السيارة. الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه على المشكلة الثانية اللي هو على الهاي بريشر فيول بامب، عليتها بالكامشافت. اوكي هسه هاي المشكله اللي تكلمنا عليها، هي الجولف MK5 زي ما انتم شايفين القطعه هاي تخرب، عرفت علي؟ وصير تعمل لك مشكله بالبوست، عرفت علي؟ لانه السيل هذا بينأذي، هذا في MK5، في الجولف MK5. شو عملوا جماعه فوكس فاجن؟ راحوا
عملوا ابديت على نفس القطعة ولكن غيروا لك هاي، عرفت علي؟ حطوا لك سيل. هذا السيل، هذا سيل حراري، ثيرمال سيل، بيتحمل حرارة عالية وما بيخربش. ف الامكي 6، اي واحد عنده امكي 5 بده يتخلص من هاي المشكلة. شو بيعمل؟ بيركب عليها اللي هو بوست بريشر كنترول ريجوليتر تبع امكي 6، يركبه على الامكي 5. هاي كل فترة وفترة السيل هذا، شوف السيل تعبان بيخرب. شايف كيف مخزق؟ طلع، شايفين؟ شايف كيف خربان؟ هذا بيخرب على طول، بوقف لك التيربو، بتبلش السيارة تاكل زيت. ف خلص منه وركب ام 6 اللي هو ام كي 6 تبع البوست بريشر كنترول ريجليتر، وامورك في السليم. هنركبها ونصور لكم السيارة كيف الكود راح يطفي وراح تصير طير. يلا سلام.